يقول عليه الصلاة والسلام: ثلاث أقسم عليهن وأحدثكم حديثا فاحفظوه، فأما الثلاث التي أقسم عليهن فإنه ما نقص مال عبد من صدقة. والله تعالى يقول: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه. يقول رافع بن خديج رضي الله عنه: الصدقة تسد 70 بابا من أبواب السوء. من أبواب السوء أن يعقك ولدك، من أبواب السوء أن يحتال عليك أحد ويأخذ مالك، من أبواب السوء أن يصيبك مرض، من أبواب السوء أن تصدم سيارتك، من أبواب السوء أن تفصل من وظيفتك، من أبواب السوء أن يحترق بيتك، من أبواب السوء أن يؤخذ مالك. أبواب السوء كثيرة. يقول رافع بن خديج: الصدقة تسد 70 بابا من أبواب السوء يسدها الله تعالى عنك.